تبعتوا معايا تحضير هاد الاطباق تاعنا اليوم، كنتوا شفتوا معايا هاد لي زاميزغول اللي نقدروا نحضروهم، ولا هاد المملحات اللي نقدروا نحضروهم في المناسبات. شفتوا معايا كل الخطوات، انا استعملت العكري في العجينه حتى لونتها. كنتوا حضرتوا معايا، كنت حطيت فيها كريمه مختلفه على الكريمات اللي مارفين نطيبوهم مالحين، حطينا لها جبن وزينتها بهاد الفلفل، الفلفل الحلو ولا فلفل حار على حسب الذوق نتاعكم نتوما تقدروا ديروا. انا هنا درت فلفل الحلو، قطعته صغير ودرته بالفوق وقطع المعدنوس. ايضا كنت حضرتوا معايا تحضير هاد لاتارت، هاد التارت الكلاسيكيه اللي هي لاتارت باريزيان اللي بزاف محبوبه من طرف الكثير من الناس. هاد لاتارت شفتوا الخطوات، انا هنا استعملت لاباد سابلي وايضا استعملت لا كريم باتيسير، لكن لا كريم باتيسير زيدوا لها 20 غرام مايزينا زياده، يعني حطيت في لتر من الحليب حطيت 120 غرام بالمايزينا. نقول لكم تبعوا وشوفوا هذه الصور، ونتلقى بكم العدد المقبل دائما مع اطباق وحلويات جديده. سلام.